بلغ عدد المشروعات الإنشائية في دولة الإمارات بنهاية العام الحالي نحو 11,075 مشروع بقيمة إجمالية بلغت 3 تريليونات درهم، وذلك بحسب شركة DMG المنظمة لمعرض الخمسة الكبار في دبي الذي بدأ فعالياته في دبي بعد أن قام سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الإمارات بافتتاحه أمس. ويعد معرض الخمسة الكبار أكبر حدث للقطاعات الإنشائية في منطقة الشرق الأوسط. أكد وسطاء ومحللون ماليون وجود إقبال كبير على الاكتتاب في أسهم شركة أدنوك للتوزيع في سوق أبوظبي المالي في يومه الأول، وتوقعوا تغطية الاكتتاب بأكثر من 100% وعدم تأثيره سلباً في مستويات السيولة في أسواق المال بالدولة، لافتين إلى أن هناك عوامل جذب عدة أبرزها السعر المغري للسهم في ضوء الأرباح الكبيرة التي حققتها أدنوك للتوزيع عام 2016، فضلاً عن سمعة أدنوك الممتازة وارتباط سوق النفط والغاز باسم أدنوك عملاق في القطاع. أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان عن هيكلها التنظيمي الجديد والذي تم تطويره سعيا لاستكمال العمل على تحقيق رؤيتها وأهدافها الاستراتيجية المتوائمة مع رؤية إمارة عجمان 2021، وهي تهدف إلى بناء اقتصاد أخضر تنافسي ومتنوع إلى جانب مواكبة المستجدات ذات الصلة بالتنمية الاقتصادية. وقال سعادة علي عيسى النعيمي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية إن تطوير الهيكل التنظيمي للدائرة يعتبر خطوة متقدمة على درب تعزيز الدور الريادي في خلق بيئة اقتصادية تنافسية متنوعة.